وكالعادة أنا أول واحد، لكن بغيت أدخل قالوا لي الساعة 9 يفتحون. هني عندهم بوابة وتذاكر مو مفتوح مثل بعض الحوانة، لازم تمر على بوابة. وهذا الموظف يجي الساعة 9 وأنا الحين الساعة 8:30 واصل. هاي محلات تذكارات توها واصلة تطلع أغراضها. هذا فندق صغير هذا مواقف السيارات. اليوم في زيارة إلى هذه الخوانق برايتن كلام خوانق، يعني المقصود بها خوانق مائية، والاسم بريتا كلايم إنجينج، يعني معناته دخول بالألماني، وأسفارت خروج وأسفارت مخرج، وفيه أوسجنج خروج، وأسفارت للسيارات مخرج. الأبغار أصبحت بجراسة، قول ما تدربح من فوق ما تطيح، سبحان الله عارفة وين تدوس وعارفون دخول الخوانق بأربع يورو، والاتجاه إلى الخوانق. يلا وراي واحد واحد. دخول إلى الخوانق والمشي. هذا المكان أنا أول مرة أزوره، وبنحكم عليه إن شاء الله بعد الزيارة، بعد ما نخلص المكان بنقولكم إذا يستاهل ولا لا، عشان ما أبغيكم التعنون أماكن وتضيعون وقتكم وعلى الفاضي. نواصل، وطبعا كالعادة أول واحد يدخل الخوانق. اليوم أنا لازم تستغل اليوم من أول الصبح، والحين خف المطر شوي. نواصل، الحين اوكي افتح النفس.
الله. نواصل. لك بنفس التذكرة تقدر في بوكس هنا في حارس تقدر تطلع فوق شوي وتاخذ لفة بانورامية في الغابة لمدة ساعة تقريبا تمشي الشجار بين الشجار وكذا فقط إذا كنت من محبين المشي. صراحة تعبت حتى السيكل له مكان. الملاحظة يا اخوان الملاحظة يعني الخانق مش واو ولكن زوين، لكن الملاحظ ان الطريق سهل لين هالنقطة. الطريق سهل للحريم وللاخبار والصار، الطريق سهل ما في سلالم، السلالم بعد هالنقطة هاي. المكان المهم هو من هالنقطة وانت طالع، هذا المكان المهم. والناس واصلين هذا. نحن نغادر الخوانق لا باس فيها، زوينة خصوصا. أنا أنصح اللي مقيم قريب من هني لنداو والبرينجز يوصلها. الزين فيها أن الطريق سهل، مو بسلالم، الطريق سهل لين أهم نقطة فيها، لين أهم نقطة، ومن هناك في سلالم، وبعد أهم نقطة في سلالم إذا حبيت تطلع فوق تمشي في الغابة عندك الاختيار. يعني في سلالم هناك بس هاي شوي يعني متعبة، لكن ما أنصح، ما لها داعي تشوف له تاخذ تمشي في الغابة. هم هني الأوروبيين يحبون شيء المشي طويل وكذا كرياضة ماشي ممشى في الغابة، بس إن شوفوا الطريق ما الزين فيه إنه ما في سلالم، هذا الزين. فاللي قريب منه في فيلندا وفي برينجز في الأماكن هالغريبة يقدر يوصلها. هالمكان يبعد عن ميونخ تقريبا 150 تقريبا إلى 160 كيلو عن ميونخ. إن شاء
شمال قصدي غرب جنوب. تحياتي للجميع والسموحة، ونشوفكم إن شاء الله في مدينة كيمبتون. هاي المدينة تبعد عن هالخوانق تقريبا 30 كيلو حسب المخطط.